وإنزالهم الضربة بالكيان الغاصب والظالم، قد خطوا خطبة في سبيل خدمة مصيرية للمنطقة بأكملها. العالم الإسلامي كله، إن تركيز أمريكا وأذرعها على حفظ أمن الكيان الغاصب ليس سوى غطاء لسياستهم المتبددة القاضية بتحويل الكيان إلى أداة للاستحواذ على جميع الموارد الطبيعية لهذه المنطقة واستثمارها في الصراعات العالمية الكبرى. هدف هؤلاء تحويل هذا الكيان إلى بوابة لتسطير الطاقة من المنطقة إلى بلاد الغرب، باستيراد البضائع والتقانة من الغرب إلى المنطقة، وهذا يعني ضمان وجود المغتصب وجعل المنطقة بأجمعها تابعة له. والسلوك السفاح والوقح لهذا الكيان تجاه المناضلين ناجم عن الطمع بتحقيق هذا الهدف. هذا الواقع يبين لنا أن كل ضربة ينزلها أي شخص وأي مجموعة بهذا الكيان إنما هي خدمة للمنطقة بأجمعها، بل لكل الإنسانية. لا ريب في أن أحلام الصهاينة والأمريكيين هذه إنما هي محض أوهام مستحيلة. فالكيان ليس إلا تلك الشجرة الخبيثة التي اشتطت من فوق الأرض، وقد صدق قوله تعالى: ما لها من قرار. هذا الكيان الخبيث بلا جذور ومزيف ومتزعزع، وقد أبقى نفسه قائما بصعوبة عبر ضخ أمريكا الدعم له، بلن يكتب له البقاء بإذن الله تعالى. والدليل الواضح على ذلك أنه